على الصعيد السياسي، حذر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين من أن الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تؤدي إلى نتائج كارثية إن لم تبذل أي جهود على الفور لوقف العنف. من جهته حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خطورة الوضع، ووصف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان بأنها الأسوأ منذ عام 1967. الأمر الذي يستدعي تدخلا قويا وحاسما وتحمل المسؤولية وقبل فوات الأوان من منظمة الأمم المتحدة بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة ودولها الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني وبشكل فوري.